المجتمع يعاني سكان حي 2400 مسكن ريفي بالمشرية بن عامة من توقف المشاريع التنموية، وذلك جراء غياب الغاز الطبيعي وكذلك الصرف الصحي وغياب المجمعات المدرسية في الحي، أدى بالأطفال إلى قطع كيلومترات من أجل الالتحاق بمقاعد دراسة. سيد علي مطماطي، رصد التالي. خاصنا ليكول، خاصنا الغاز، خاصنا لاسينيسمو، خاصنا الكليراج يطلقوه لينا. رانا مغبونين بزاف، غبنونا وضرونا، وخاصنا رانا مغبونين من لاسينيسمو، من الصرف الصحي. هو الصح يعني هو اللي راه شادنا على كل شيء، يعني شاد الغاز، شاد الطريق، رانا مغبونين فيه. وراه في عامين المقاول ريزيله يعني حب. من جهتنا تنقلنا إلى مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية عامة، والذي كشف عن انطلاق بعض المشاريع التنموية لفائدة الحي في الأيام المقبلة. سيد علي مطماطي ثانية. التحصيصات الاجتماعية 2262 في إطار التكفل بتهيئة هذه التحصيصات، استفادوا من عملية مماركزة على مستوى مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء. والحمد لله اليوم وصلنا إلى نسب متقدمة في الأشغال، تم التكفل بالصرف الصحي وكذا الماء الصالح للشرب وربط بغاز المدينة، بالإضافة إلى الكهرباء والإنارة العمومية. والآن غادي نباشروا عمليات خاصة بإنجاز الطرق خاصة الرئيسية بهذه التحصيصات.